في حد سألني ده صاحب السؤال بيقول كده: ازاي ابونا ادم يعمل خطية وانا اتعاقب عليها، ذنب ايه انا؟ مين قال ان احنا اتعاقبنا عليها؟ ادم اخطأ، ساعة ما ادم اخطأ احنا كنا جواه في صلبه، فبالتالي طالتنا خطيته، فطلعنا فينا الخطية وفينا الموت وفينا الفساد. الله مش بيعاقبنا، الله جه حول العقوبة خلاص، شكرا يا رب ان انت جيت عالجت المشكلة. زي بيشرحوها الاباء زي ايه؟ لما يكون في واحد رمى بذرة في الارض عشان يعمل شجرة، وبعدين البذرة جاتها سوسة فبدأت تنبت نبات هزيل مريض والثمرة بتاعته دبلانة، اقول ايه ذنب الشجرة؟ ما هي في البذرة الاصلية اصيبت، ادم اصيب بالخطية، فكلنا طالعين فينا الخطية وفينا الموت والفساد. طب ايه العلاج؟ ان ربنا يجي يعالجنا. لو هو سابنا ما عالجناش كنا نقول بقى السؤال ده انا ذنبي ايه، لكن عشان ربنا عارف ان احنا ملناش ذنب جه يخلصنا، فاحنا نتيجة انه جه خلصنا نقول له شكرا يا رب، فرحانين بعملك العظيم اللي عملته معانا.